خصوصا بعد تأهل المغرب ومصر الحديث دائما عن كرة القدم وعلى الكان، وهذه مناسبة أننا نهضروا نفتحوا معك المجال باش نهضروا على المنتخبين الشقيقين واللي للأسف أنهم غادي يتلاقوا في ربع النهاية. كنا يعني نحبوا أننا نكونوا في النهاية، لكن الآن كيفاش أولا كتشوف المنتخب المغربي والباركور ديالو؟ طبعا احب الاول طالما ذكرت الكان يبقى لازم نذكر المدعو حفيظ دراجي اللي للاسف صدمنا فيه الصراحه. انا واحد اتصدمت فيه لان انا كنت نحسبه على خير، ولكن اتصدمت فيه. حتى لو هنفترض جدلا انه مش هو اللي كاتب التويته او مش هو اللي كان بيتكلم مع البنت، كان أقل شيء للمرأة المغربية والشعب المغربي إن هو ينفي ما قيل في التويتة، مش ينفي إن هو كتبها أو ما كتبهاش، ينفي ما قيل فيها. كانت المشكلة انتهت تماما، ولكن هو ما عملش كده، ودي تصرف غير أخلاقي. ومش عايزين نتكلم في الموضوع كتير لأنه خد أكبر من حجمه، والعالم كله يعرف من هو الشعب المغربي ومن هي المرأة المغربية. حتى ردود ديالو كانت متناقضة. في الأول قال بأن النافات، ثم قال بأن الكونت مفبراك، ثم شفنا واحد التناقض. للأسف هو رد بشكل غير حرفي وغير أخلاقي، وأنا من هنا بخاطب الدولة القطرية في أن هي تاخد الإجراءات القانونية اللي لو ثبت أنه فعلا مدان لابد أن يحاسب، وحساب يكون حساب عسير، لأنه غلط في شعب كامل، غلط في أمي وأختي وغلط في بنتي، غلط في شعب كامل. وأنا كنت نزلت فيديو على قناتي ماذا فعلت المرأة المغربية ومن هم أسماء قد لمعت في تاريخ المغرب. كفاية قوي هو الرد عليه. يعني في كده فتحنا هذا الموضوع. في طبيعة الحال قبل يعني الهجوم ديالو على المغرب، كان قبلا استهدف كذلك مصر في فترة معينة، وكانت الأجواء المصرية الجزائرية بسبب الرياضة كانت تشنجات نوعا ما، على ترى بأن مثل هذه التصرفات تثير الفتنة أكثر من يعني بدل تقريب الشعوب هو يخلق واحد الفجوة. بص، للأسف هي دابا في بعض كتير من الدول بتدخل الرياضة في السياسة، في دقال ودعاد. للأسف إحنا المفروض إحنا شعوب راقية، شعوب المفروض. أنا عشان أكون معلق في قناة بحجم بين سبورت بيشاهدها ملايين من العرب، لازم أكون عارف كل كلمة بقولها محسوبة، كل كلمة بقولها هتعمل إيه وهتؤدي إلى إيه. هم للأسف عندهم جزء داخلهم انا بعتبره شويه حقد، ما اعرفش ليه. يعني انا ما مش كل، طبعا مش بتكلم عن كل الشعب الجزائري، ولكن بعضهم في شويه من الحقد على التراث، على التاريخ، على ان انت تكون احسن منه. ولكن هذا مش عيب، هذا حاجه ربنا اللي خلقها، يعني حاجه ربنا اللي عملها فينا ان احنا يكون عندنا تاريخ. مصر عندها تاريخ 7000 سنه حضاره، المغرب عندها تاريخ، عندها حضارات كتير 4000 ولا 5000 سنه حضاره. كل هذا مش احنا اللي عملناه، احنا توجدنا لقينا اجدادنا عملوا لنا حضارات. فمش ذنب ان انت كنت مستعمر، مش ذنب ان انت قعدت سنين مستعمر، ده مش ذنب. بالعكس، انا كنت سبب في كنت احد اسباب انك تستقل في يوم من الايام، كنت احد اسباب كمغرب، كنت احد اسباب ان المرأة المغربية. والله انا قريت في كتب التاريخ وتعلمت كده حتى من مصر قبل ما اجي المغرب، ان المرأة المغربية باعت الصيغة ديالها وذهبها عشان تقف جنب الجزائريين في الثورة ديالهم، ما يكونش هو ده الجزاء ديالهم. فعلى عكس حفيظ الدراجي شفنا داخل نفس القناة ردود أفعال جميلة جدا، وأنا أتحدث يوم تأهلت تونس مثلا شفنا بدر الدين الإدريسي اللي هو مغربي، أبو تريكة اللي هو مصري، والطرابلسي اللي هو تونسي، كيف عانقوا بعضهم وشجعوا بعضهم. يعني عكس
معلش تسمح لي أقول لك على حاجة، هو ده فرق تعليم من أشخاص في بلدان عندها تاريخ وأشخاص في بلدان فقط تزور التاريخ. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.